الأوضاع في العراق يعني لا تسير بمنطق الصدفة، وإنما الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية في الغالب تتضافر مع بعضها لتفرض أنماط معينة من التحرك في الشارع العراقي. اليوم اللي يحصل في الشارع العراقي حقيقة يذكرنا بالأمور اللي سبقت احتجاجات تشرين عام 2019. الوضع العراقي يعني سياسيا واقتصاديا مهيئ لهذا الجانب. لماذا؟ لأنه اليوم احنا نلاحظ انه في عام 21/22 الحكومة استوعبت الخريجين في السنوات السابقة، ولكن اليوم احنا عندنا لسنتين متعاقبتين عندنا آلاف من الخريجين ينتظرون دورهم في التعيين، وهذا الأمر انه لأنهم اعتادوا انه كل ما يظهرون في الشارع معناه أن هنالك استجابة لمطالبهم، فأصبحت هنالك سنة تقريبا شعبية أنه كل من يريد تعيين عليه أنه يظاهر، وكل ما ازداد حجم التظاهرات وقوتها وعمقها معناها أنه الاستجابة راح تكون مضمونة. هذا الجانب. نعم. الجانب الآخر أنه نلاحظ أنه الحكومة العراقية اليوم غير قادرة على أنه من خلال موازنتها انه تستوعب هؤلاء الخريجين جميعا، بالنتيجه انه لابد انه يكون هنالك جزء من الخريجين خارج التعيين وجزء اخر معينين. هذا اعتقد انه الامر ما راح يتحمل اللي هم ما راح يتعينون، وبنفس الوقت لانه الحكومه ما استطاعت انه يعني تاسس لتنميه اقتصاديه شامله بحيث انه يكون هنالك منافذ للتعيين هي خارج المؤسسات الدولة، هذا أنه يعقد الأمر على الحكومة. الجانب الثالث هو البعد السياسي. طيب. اليوم أنه كما أنه الأوضاع السياسية اللي كانت ب 2019 موجودة، اليوم الحكومة حكومة السيد السوداني هنالك قوة سياسية تعتقد أنه هذه الحكومة بدأت تشكل خطر على يعني مستقبلها الانتخابي، انه رئيس الحكومه لربما انه كما يشاع انه ما التزم بالاتفاقات السياسيه اللي سمحت له انه يصل الى يعني رئاسه الحكومه. نعم. الانتخابات القادمه كلما تقترب اكثر واكثر معناها انه هنالك تصاعد حده الخطاب تجاه الحكومه، فهنالك من يريد ان يتخذ التظاهرات والشارع هو حصان طرواده للحد من طموح السيد السوداني ولربما في وقت من الاوقات اسقاط الحكومه.